في القرن الثامن حتى القرن الخامس عشر الميلادي كان العرب هم من يحكمون العالم، وهم كانوا سادة العلوم الطبية والكيمياء والرياضيات والاجتماعية يا دكتور والثقافية. يا دكتور يعني هذا الكلام يعني سابق لأوانا كان العرب يحكمون، كان العرب يحكمون، هذا جزء أصلا من المؤامرة، جزء من أضعاف الشعب العربي. أنت قاعد اليوم طيب اليوم إحنا نتحدث أنت قاعد تتفخ فيهم، تعطيهم يعني وضع هم ما كانوا فيه. اليوم ست العزيزة إحنا نتحدث هنا في عن القرن الحالي، أو خلينا نقول القرن العشرين والواحد وعشرين. ما لمسه المواطن العربي من تآمر سياسات دول خارجية عليهم لم نلمسه في حياتنا عبر التاريخ بالكامل. هل تسمح لنا أين الدليل؟ أي دولة أجنبية أن نصنع طائرات؟ هل تسمح لنا أي دولة أن ننشئ مفاعل نووي؟ هل تسمح لنا اليوم أمريكا حتى القمح توزعه على الدول العربية؟ أي قمح الآن؟ القمح تزرع، ممنوع تزرع يعني عندك في بلدك. إذا أنت ذهبت لتستورد من دولة ما علاقة أمريكا بهذا الموضوع؟ هل تمنع مثلا أن تقوم باستيراد؟ سيدة العزيزة اليوم أمريكا هي من تدير العالم، خلنا نتحدث بالمسميات بأسمائها. تديرها كيف؟ أمريكا هي من تدير العالم. كيف تديرها؟ من خلال قدرتها على السيطرة على كثير من الأنظمة، وبذلك أيضا قدرتها على قيادة الاقتصاد، وما نراه من حركات صهيونية تدير الاقتصاد والإعلام. طيب. وأصبحت الدولة القوية يا دكتور تهاجم الدول العربية، وإذا ما تحررنا ونادينا بالمقاومة من أجل القضاء على مؤامراتهم اتهمنا بأننا من أصحاب المؤامرة يا دكتور. ونعلق الفتح. يا دكتور كل الثورات العربية التي قامت ذهبت بطاغية وأتت بطاغية آخر. طيب لا تكذب هذه الحقيقة.